أخيرا فضيلة الشيخ، الأخ عامر يقول: إذا وقع الرجل في البدعة أو كان مبتدعا، هل يخل هذا في عقيدته وهل يلزمه من توبة؟ لا شك أن التوبة تلزم على المبتدع وعلى غيره وعلى كل عاصم. والبدعة تختلف، تكون كفرا وشركا قد تكون دون ذلك. وعلى كل حال المبتدع يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى السنة، لأن البدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية: وكل ضلالة في النار. يتوب إلى الله ويبادر بهذا. نعم.